مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كما تبعتوا معنا في الجزء السابق اللي تكلمنا فيه على الموضوع ديال سناء مع الأب اللي أعطانا مستجدات جديدة في الموضوع فيما يخص لادين وأمور أخرى، معي الجدة ديال سناء اللي هي شرفات على الواقعة من الأول وهي حاضرة. الوالدة، أنت اللي مشيتي معايا للجمعية، تبعتي سناء ملي كانت مريضة، ملي حملت، ملي ولدات، حتى لدابا. غادي تعاودي ليا من الجمعيه كي دايره الامور، واش تبدلت شويه؟ واش دابا البنت تحمد الله تبدلات، ما بقاش كيما كانت، ولات عندها واحد البشره، ولات زوينه فين مع الجمعيه، وديتها للجمعيه وطلعت ليها الجمعيه، ساروها ما خلاو ما داروا ليها. والبنت دابا ولات البنت بخير، ولات البنت ما بقاش كيما كانت في الاول. دابا تحمد الله ولات البنت لاباس عليها. الوليد تانيك لاباس عليه، مهلين فينا، عاطينا الحليب، مهلين لينا في الوالد مزيان، الحليب تيصيفطوا ليه الحليب، مهلين فيه. ولا الوليد بخير ولاباس عليه. وتانيك مشينا للخميسات، مشاو حيدوا ليه الدم، حيدوا ليه الدم، مشينا الخميسات حيدوا ليه الدم. وحنا ياش قال دخلنا تماك، مشى معنا داك الراجل اللي حيد ليه الدم، مشى معنا جدارمي، فرحوا بينا. اش قالت هما يا مشينا حيدوا ليه الدم، نادلنا حيد الوليد الدم، فين تيقلب ليه هنايا ما شدش ليه الدم مزيان من درعاتو، ما صافش عدو هذوك قالك العريقات، قال يا ما عدوش هذاك، ناض حيد ليها من رجلو، حيد ليه الدم مزيان من رجلو. وصافي قالوا لي صافي خرجوا على سلامتكم، حنا حيدنا، شدوا البنت حيدوا ليها الدم تاع هي. وقال لينا دابا على سلامتكم، انا حيدت دابا الدم للوليد، دابا سيروا، دابا سيروا بحالكم، ركبنا وجينا بحالنا. اللي بغيت نسولك المهم فيه انا هو سناء والوليد ريان. دابا هي في الاول تنعقلوا حنا في رمضان وهذا، كانت كاع ما عارفه بلا والده، كنت ما عارفه حتى حاجه. دابا الجمعيه كانوا بداو كيفهموا شي حوايج، دابا كيفاش كتشوفي انت هي، كيفاش كدير هي مع الوليد، العلاقه ديالها معاه؟ دابا بحال ربات عليه الكبده ديال ولا دابا تتبغي وتتشد وتتلعب معاه. دابا فين ولا تيضحك، ولات تتشدو تلعب بيه، وهو تيضحك وهي تضحك مع الولدو، ولات بخير. الصغار في كانت دايره ما تتبغيهش، ترقد بوحدها وانا نربيها انا وداك الشيء، هي مات. دابا انت بحال وليتي تحسي بلا ولات امو. ولات امو كتحسي. ولات تيضحك، ولات صافي ربات عليه الكبده، ماشي اي والله يشد لينا في الجمعيه، الله يشد لينا في الجمعيه، يا اللي طلعت ليا في البنيه، وكانت غاد البنيه غتمشي ليا، كون ما الجمعيه كانت البنيه غتمشي ليا، الله يشد ليا في الجمعيه، الله يشد ليا. الحمد لله الجمعيه والمغاربه تا هما داروا جهدهم. اي المغاربه تا هما داروا جهدهم، ساكن شقال. والله يسر لك يا ربي. المهم انت مشاهدينا الكرام، نيت نوي الراي العام اكثر في الموضوع فيما يخص جمعيه انصاف. جمعيه انصاف كنا وضعنا فيديو اللي على شاكلة، يعني روبورتاج اللي تناولت فيه القصه جميع من جميع الجوانب فيما يخص الاهداف ديال الجمعيه. جمعيه انصاف جمعيه لها من تجربه ما يكفي حوالي 20 سنه ذات المنفعه العامه، تعالج مجموعة من القضايا فيما يخص كل ما يتعلق الأسر شيئا مع بعض الأسر اللي هي معوزة، وكذلك مطلقات. مشاهدينا الكرام، جمعية إنصاف تناولت الموضوع من جميع الجوانب، لها من الإمكانيات ما يكفي، لها الشكر الجزيل هي والأطر ديالها بطبيعة الحال، اللي عطاو قيمة للموضوع ديال سناء، اهتموا بها سواء في التطبيب في الشق النفسي، وكذلك طرق اللي كتهيئها أنها تكون أم صالحة وقادرة أنه ترعى الإبن ديالها. في خضم الموضوع شيئا ما ظهور كان قليل ديال الأم ديال سناء، هي اللي غنشوف مع الموضوع
المغاربات يقولنا بلا غبرتي علينا. الجده تبارك الله هي قايمه بالواجب، والسي محمد اللي هو راجلك ولدها، وانت ما تنشوفوكش بزاف. دابا غادي تعودي ليا على سناء كيفاش ولات، سمعتي؟ الجده ديالها قالت لك بدات تدخل معاها شويه الامومه، بدات تلعب معاه، بدات تهيئ، بدات تحس بالكبده كما كنقولوا. كيفاش كتشوفي سناء انت دابا؟ انت اللي امها سناء. دابا ولات الحمد لله ولات لاباس شويه، ما بقاتش كي كانت النهار الاول، دابا ولات مزيان. دابا ولات شويه، النهار الاول ما كانش ترقد معاه، ما كانش تشدو كاع نهائيا، ما كانش تقرب ليه، ما كانش تشدو، ما كانش تدير حتى شي حاجه. المهم حاسه بحال اللي ما بعد ما كاين حتى شي حاجه كاع. دابا ولات لاباس، ولات الحمد لله، ولات تشدو تضحك معاه، مي ولا الولد يضحك، ولات تشدو تتلعب معاه كل شيء. دابا انا جلست صافي، ما بقيتش تنخدم، وليت مقابلها، وليت صافي جلست في الدار، ما بقيتش تنخدم، وليت مقابله البنت والوليد صافي. ولات عاديه دابا، ولا شوي. نهار الاول كانت مصدومه، كانت صافي ما كانتش تديها فيه، كانت مخلوعه بزاف، ما كانتش تد. و تنشكر الجمعيه بزاف بزاف اللي دارت معاها هذا المجهود، ومهلين في الولد، يصيفطوا الحليب، يصيفطوا كل شيء. تنشكرهم بزاف بزاف بزاف، وتنشكرك انت يوسف بزاف بزاف بزاف. الله يوفقك يا ربي الوالده، الله يوفقك يا ربي. مشاهدينا الكرام، كما وعدناكم للاطمئنان اكثر على موضوع سناء، لعدد كبير من المغاربه تالموا في القصه ديالها. سناء اللي ولدات وهي صغيره جدا بطرق مخالفه للقانون ومخالفة للشرع كذلك، والقضاء في الأخير هو صاحب القرار. فئة من المعتقلين، والمعتقل يعتبر دائما أو المتبرئ حتى تثبت إدانة ديالو، والقضاء في الأخير هو اللي غيصنع القرار بطبيعة الحال. الآن الخطوات الأولية اللي داروا رجال الدرك مشكورين مهتمين بالملف وعلى تتبع بدقة، داروا راضيين، والأيام المقبلة إلا كتب الله غادي تبان النتيجة من هو الأب ديال ريان. مشاهدينا الكرام، الشق الاجتماعي والإنساني، الاستقرار الحمد لله في العائلة، كما سمعتوا من الجدة ومن الأم أنه سناء بدات تتهيئ، بدات الأمومة ديالها كتبدا مع الإبن، كاين استقرار، الصحة ديالها الحمد لله ممتازة، والشق النفسي تا هو يعني ممتاز. ونحن على تتبع دائما لهذا الملف، وسوف نوافيكم دائما بالجديد فيما يخص قضية سناء. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.